كنت فين يا حيوم الليلة امبارح؟ كنت في مصلحة كده وجيت منها الصبح. ماشي، وايه حكاية تروسيكل الأنابيب ده؟ أبدا، كنت خرمان ونفسي في كوباية شاي بندق، ومفيش أنبوبة بوتاجاز واحدة توحد ربها في المنطقة كلها. قلت أغب على مستودع الأنابيب أخد لي أنبوبة، لقيت التروسيكل ده في رجلي. يعني أنت جايب كل التروسيكل ده عشان خربان؟ هقول لك إيه، ما أنت الحاوي طول عمرك مرزق يا ميشو. أقول لك إيه، ركز معايا في البقين اللي أنا هقولهم دول. الكبو رجع لعزيز السايغ النص وقال اللي كان لايفهم منه ودفع له 10,000 جنيه وقتي، والسايغ سابه بعد ما التوخي قمر. ما تقلقش، الكبو دلوقتي بقى عامل زي الكلب الجربان، يعني ملوش عزوه. طب والتوخي؟ ما انت عارف التوخي ده ممكن يعمل ايه؟ ده رئيس جمهوريه البلطجه في البلد دي وليه حبايب في كل حته. التوخي قمر السايغ انه يسيب الكبو عشان محسوب من رجالته وعشان اسمه في السوق. وبعدين التوخي دلوقتي عرف مين هو ميشو الحاوي بعد اللي عملته له امبارح. ايه ده، هي مصلحه امبارح دي كانت تبعه؟ ده اولنا بس يا معلم. وكده بقى ابتدي اشم ريحه الجنه. بس انا خايف عليك يا ميشو، اصل الكبو ده. انسى انسى يا بندق، الكبو دلوقتي لو رجع تاني يبقى رجع لقضاه. مجاش ولا ظهر من يومها، ما انا قلت لك من الاول ميشو خارج النطاق، سمكه في الخدمه. يا اخويا هتلاقي على ليلتك الف الخدمه قال، ما انت قاطع شحن السمكه قلبي، انت حاطط بسريه وبسريه معفنه قد كده. وبعدين يا رب انا هفضل الف ورا الراجل ده. انت يا بنت يا لسعه، ميشو خد امسك الجاكيت بتاعك اهو وفلوسك اهي، عشان ما تقولش بس ان احنا خدنا حاجه. سلام عليكم. استني هنا يا بت، انت رايحه فين يا بت؟ ما تقوليش يا بت، انا اسمي دنيا. طيب يا بت دنيا تعالي بقى عشان عايز. ايوه كده. بس الكوبايه دي خفيفه. شكرا. الحمد لله. ندخل بقى يا استاذ صبري في المهم. ندخل. اتفضل يا سيدي. دي صوره اخويا وتوأمي، عايزها ان شاء الله تنزل عندك في الجريده في الصفحه الاولى، وان شاء الله امي هتدعي لك قوي يا استاذ صبري لما يرجع. ما تقلقش يا فاطين، ده احنا اخوات. بس يعني انت عارف ان الاعلان في الصفحة الاولى هيكلفك كتير قوي، الجورنان دلوقتي بقاله اسمه وبيتخطف خطف من السوق. بسم الله ما شاء الله، ما تقولش الكلام ده قدام حد. واما بنعمة ربك فحدث. ونعم بالله. وبعدين يا استاذ صبري مش المهم الفلوس، يا ريت هم الدنيا فلوس كانت الدنيا اتحلت، المهم اخويا يرجع ان شاء الله بالسلامة. امسك يا سيدي. بسم الله ما شاء الله. واحد اثنين ثلاثة أربعة. ايه؟ 20 جنيه، ولما الإعلان ينزل إن شاء الله ليك زيهم. 20 جنيه؟ كتير مش كده؟ يا أستاذ صبري ده إحنا إخواتي يا راجل، حطهم في جيبك. وبعدين يعني هو أنا لما هفنجر على مين غير على أصحابي حبايبي؟ استأذن انا بقى يا سيدي دلوقتي لحسن الليل داخل عليا ولازم اروح البلد لحسن امي تقلق عليا. سلام عليكم، مش هوصيك بقى. ها، مع السلامه. الله يسلمك يا استاذ صبري. ما حدش واد يشتري الجنان ده، احنا بعنا 15 نسخه بالعافيه وبالمحايله، مش كل يوم كده، حرام عليك. بتقول ايه؟ الجماهير خطفت منك النسخ وباكتر من ثمنها كمان. مع السلامه يا مصري. ثمنها يا استاذ صبري؟ لا، بيقول لك خطفت النسخ. خطفت ايه؟ اهو ده الملحق. مع السلامه يا فاطين، وتاكد ان الصوره هتنزل بكره في الاعلان، ها، في الصفحه الاولى. مع السلامه. انا عايز اتاكد انه هيتباع يا استاذ صبري. تاكد انه اتباع بالفعل. مع السلامه، بكره هتلاقيه في محطه المترو. ما بركبش متروهات انا. هتلاقيه في القطر، هتلاقيه في الشارع. مع السلامه يا فاطين، مع الف سلامه. ايه يا رضا، ايه يا رضا، كنت هتضيع ال 20 جنيه على فكره يا ميشو. ابويا كان عايز يشكرك عشان اللي انت عملته معاه. ايه ده، انت قلت له؟ ما انا ما بخبيش على ابويا اي حاجه. وهتقولي له بقى على حمص الشام اللي احنا شربناه على الكورنيش؟ امال ايه، هقول له طبعا. انت بت، كان في حد في عيلتكم لا مؤاخذه يعني عبيط؟ لا والله العظيم، ليه بتقول كده؟ لا مفيش، في حاجه انت يعني؟ لو المصحف ما في حاجه. الا قول لي يا ميشو، هو انت كنت مختفي فين اليومين اللي فاتوا دول؟ عندي شغل، شويه شغل كده. شغل ايه؟ هو انت بتشتغلي صحيح؟ مالكيش فيه. يلا بقى دلوقتي علشان اوصلك، عشان ما يقلقش عليك. لا ما تخافش، وهو اصلا مش هيقلق عشان انا قايله له ان انا معاك وهو مستني.
مستنيك عشان تشرب معاه الشاي. هو مين؟ ابويا. فين؟ في البيت. لا انت تفكك مني خالص، انا هوصلك وطيري حمام كده. يا ميشو يعني يرضيك ابويا يزعل منك وهو بيحبك؟ الله، هو كان شافني فين علشان يحبني؟ ما انا حكيت له عنك. قلت لي كان في حد في عيلتكم عبيط. ها؟ الو. ايوه يا فندم، انا نضال حبيب، المقدم نضال حبيب يا فندم. ايوه يا فندم، انا وصلت الجزيره بس لغايه دلوقتي مستني عربيه تيجي تاخدني من الاسم. يا فندم معلش التليفون هيقطع عشان ده وده وقته. لو حضرتك رايح يعني ناحيه جزيره الورد كده، انا رايح هناك. ده بعد اذنك، معلش هتعبك معايا. لا عادي اتفضل. هتعرف تفتح؟ معلش. اه ان شاء الله. انت ايه، بتبيع ورد ولا ايه؟ تعال امسك كده لو سمحت. معلش خش برجلك اليمين والنبي. معلش انا اسف جدا والله. يا فندم ولا اسف ولا حاجه، انا فطين علي حسين الجرح المحامي وحافظ جزيره الورد دي شبر شبر. حضرتك بقى رايح لمين هناك؟ انا والله رايح. والنبي ما انت قايل حضرتك كده شكلك محترم، يبقى اكيد رايح لعم عروه الترزاجي علشان يعمل لك بقى بجامتين، صح؟ لا مش صح. انا والنبي ما انت قايل اكيد حضرتك رايح لمسيد بتاعه الجبنه والسمنه، حاكم السمنه بتاعتها بتطلع مرت. ايه ما اقولكش، مظبوط؟ لا مش مظبوط والله. انا والنبي ما انت قايل. قال لا يا عم انا هعرف، يعني هعرف، وبعدين لسه الطريق قدامنا طويل يعني، ونقعد نتسلى. مش هتطلع بقى ولا ايه؟ طب انزل زق بقى. زق ايه؟ العربيه بردت. وهي لحقت بردت؟ ما حضرتك شايفها قد ايه يعني، لو نفخت فيها هتبرد. يلا انزل عشان تبقى تتمقلس عليا. يلا انزل. جامد. ها يلا زق لوحدي يعني. يلا امال هنزل ازق معاك. يلا بس كفايه من غير كلاكس. اه ما مفيش حد اصلا. يلا النهارده اخر نبطشيه ليا في الاسم ده. ليه؟ لان العمر جري ووصلت لسن المعاش، لكن الشيء اللي مصبرني ان تاريخ البوليسي تاريخ مشرف يشهد له القاسي والداني، ويشهد ايضا اني لم اقصر يوما في اداء مهام وظيفتي، وبتهيألي ان انتم كمان شاهدين على الكلام اللي انا بقوله ده. حتى هيتساءل ويقول اني جاي ليه؟ جاي اودعكم واقول لكم اي واحد فيكم يحتاج اي حاجه بيتي مفتوح لكم كلكم. الوداع الوداع يا مجرمين. عشرة العمر هتوحشوني قوي قوي. هتوحشنا قوي قوي يا عم عزوز والله. الله يخليك يا وائل. افتح الباب يا وائل لان لحظات الوداع دي بتاثر فيها جامد. الباب مش هيفتح يا عم عزوز. ليه يا وائل؟ اصل نسيت وقفلت الباب والمفتاح بره ومفيش حد من القوه موجود. في مشكله كده ولا ايه؟ مفيش مشكله يا وائل. المشكله الوحيده ان احنا هنضطر نبات هنا في وسط المجرمين المعفنين المرتزقه دول يا وائل. اخوانا حد يفتح لنا الباب، حد من بره يفتح لنا الباب. مفيش حد جوه، مفيش حد بره يفتح لنا. الله يخرب بيتك يا وائل، تمثل لك مشكله دي؟ تبقى رايح عند ام نوجه بتاعه المفتقه. يا سيدي انا رايح لام نوجه ولا ابو نوجه ولا نوجه نفسها. يبقى عند ام انح بتاعه الزلابيه. ويا سلام بقى، ايه هنا امان الامان الجزيره دي يعني مفيش. ايه ده؟ انزل. هو ده امان الامان؟ انزل منك اهو. انزل يلا. ده جحش انا عارفه يعني حضرتك يعني. انزل. بقول لك ده جحش. بقول لك ايه، ما هو ما ينفعش يعني قطعينه طرق اليومين دولت يعني كده يوقفوا الناس المحترمه في انصاص الاهلي. ده مش شغله قطعين طرق. ها وبعدين حتى عشان الضيف. اركب ياد منك له. حاضر. وانت على انت هنا. انت رايح فين؟ ايه طب عايز ايه؟ ما عربيتي دي ما حدش ياخدها بقى. ما مش كل مره تاخد العربيه وقول للدرغام بتاعك دون بقى ان فاطين علي حسين الجرحي.
هجيله من النجمه ان شاء الله. اتفضل. هستخدم العربية. خدها والمفتاح جوه وكل حاجه. اوعى. اتفضل يا باشا اتفضل. امسك ياض. ده هيكسر ده هيكسر. دخلني ياض دخلني. انا مش عارف اخش العربيه مش عارف اخش العربيه. معلش اخش انا وامشي. تخش انت. خلاص يلا انا هزقها لكم. خش انت. ادم البقلاوه. خد اركب. ازق يا عم. اركب ونزل اليد. خلي السلاح معاك. يلا. اوه. ده الجحش ده قاطع طريق يعني. بس الشنط الشنط. الشنط بتاعتي. معلش حضرتك والله. بص احنا هنروح القسم وانا هشهد بقى لاني محامي. هشهد معاك ان هم خدوا الشنط بتاعتك. وما تقلقش حقك هيرجع لك بس بالقانون. ما تقلقش شنطتك وحاجتك هتجيلك لحد عندك. وعم عزوز هيعمل لنا محضر ايه سقع. والجحش حضرتك هيتربى. عم عزوز يا عم ايوه ما تستهترش بيه قوي كده. عم عزوز ايوه ده مساعد اول ممتاز ضابط يعني صول قد الدنيا. وبيني وبينك هيبقى حمايا ان شاء الله عن قريب. الف مبروك يا سيدي. الله يبارك فيك. عايزين نفرح بيك بقى. احنا عايزين نخلص والله يا استاذ فاطين. ماشي حاضر يا عم عزوز. ايه ده عم عزوز وراح فين يا عم عزوز؟ مفيش حد في القسم كله. لا عم عزوز ما يتاخرش عن الواجب الوطني بتاعه. ما يتاخرش عن شغله ثانيه واحده. هو بس تلاقي الشغل مريح يعني ففرق جسمه هنا ولا هنا. مريح. يا عم عزوز مريح. ايه اللي مريح ده؟ هو احنا داخلين اسم على الشفاطين ولا جايين مكان غلط؟ ايوه يا عم اسم يا اسم النبي حرصك وصاينك. ما تتحملش قوي كده يا عم. اصبر. الصبر مفتاح ايه؟ مفتاح الفرج. لا مفتاح 19. يا عم عزوز انت فين بقى يا عم عزوز؟ انا هنا يا فطين تعالى. اهو شفت الصوت جاي من هنا. تعالى بقى ورايا يا سيد. تعالى تعالى. مش بقولك عم عزوز ده بيعز الشغل زي عينيه. بيحبه جدا جدا. اظهر بقى عم عزوز بقى معايا ضيف ما تعرفناش بقى في الليله السودا دي. انا هنا في الحجز. الله اكبر. شفت يعني حياته كلها ما بين الحجز والمحاضر والمجرمين. مخلص مخلص هتشوفه يعني حضرتك. يلا بقى عم عزوز في معايا محضر سقع لازم تعمله لنا بايديك الحلوه دي اللي تتلف في كلبشات. يا ابني انا مقفول عليا الباب من 4 ساعات لغايه ما استويت. افتح لي بقى ده انت ربنا بعتك نبته ليا. اصحى يا زفت اصحى خلاص اورجت. على فكره بقى هو لا حمايه ولا عرفه. ده يا دوبك بس قرايه فاتحه وممكن تتفض. رجعت. ما تصلى بقى عم عزوز بقى. ايه مالك النهارده؟ اقول لك يا فطين ما تسربعنيش. انت عارفني في شغلي احب اعمل شغلي كده وعلى رواقه على ميه بيضه. فين القلم اللي كان هنا اهو؟ النيلم اللي خده ولعه. كان فيه نعمة قلم راحت فين؟ خلاص خلاص اهو ما تزعقش. امسك القلم اهو. خلصنا بقى ما تحرجنيش قدام الراجل. ده انا مفهمه ان انت هنا الكل في الكل ومفهمه ان انت شغال في القسم من ايام ما كان اوضه وصاله. ما تقلقش انا هوريك دلوقتي شغل الداخليه على ميه بيضاء. شغل المعلم لعياله. بطاقتك. اتفضل يا عم عزوز. مش انت بطاقتك يا اخويا اللي واقف لي مقطوع. واقف كانك واقف على نص بيتكم. بتقف ادري يا ولد. اتفضل وقف ترمي البطاقة. ده قلبك. ما ربيته لك. انا هوريك بقى شغل شارلوك هولمز بتاع الداخلية. اللقب اللي انا مطلعه على نفسي. ظل حبيب عبد الرب. سعادة سعادة المقدم نضال حبيب عبد الرب رئيس المباحث الجديد. تمام يا فندم. طبعا معزوز انا همشي انا بقى علشان لسه يعني تعبان حالا يعني. سلام عليكم. استنى يا استاذ فاطين رايح فين؟ مش لسه في بينا كلام ما خلص؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ اخر حاجه بقى وصلنا لها كانت ايه؟ ام النح بتاعت الزلابية. لحد بقى ما ظهر الجحش حضرتك يعني. الله يخرب بيته. بتغني بتغني المينو المينو المينو.
على اي ظهر جميل يا حمام، وانا حقي ضاع وفين حلاقي، والناس ما هماش ناس يا حمام، وتغني يا حمام، بتغني لمين ولمين ولمين، بتغني لمين يا حمام، بتغني لمين يا حمام. الله، عسل عم فتحي، عسل. طيب طير يا حمام. انا بقى اشوفك تاني يا ميشو. هجيلك عم فتحي، هجيلك. والله يا ابني احنا ما ضحكنا ولا انبسطنا من يوم ما جينا من السويس الا النهارده. بقول لك ايه يا ميشو، انا شغاله في المستشفى اللي على الكورنيش، يعني غرزه كده بضحك كده، تعالى لي على طول. غرزه كده بضحك كده. خلاص يا دنيا، لما دمي يسيح وفرفر في الارض هتلاقيني عندك في المستشفى. بعد الشرح عليك بهزر معاك. وانا كمان بهزر. طير يا حمام بقى. عين علي ابن حلال يا بنت توح. قوي يا توح. اقعد. ما يصحش. اقعد. امان الامان. ها حضرتك بتكلمني؟ ايوه بكلمك انت، امال بكلم مين؟ مش ده كلامك؟ اتفضل اقعد. ما يصحش. اقعد وتحط في بطنك بطيخه صيفي. ها بلاش البطيخ ده، حتى مش اوان. اخرس بقى، اسكت، سيبنا اتكلم شويه. عرفتني طول الطريق بالذمه ده بقى اسميه ايه؟ ها قاعد طول الطريق تكلمنا عن القانون وازاي القانون بيتطبق هنا في جزيره الورد، وانا ممثل القانون، وانا 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 انا قلت بحاول، واكيد في عراقيل بتقابلني، بس انا مش هيأس، وبعون الله جزيره الورد دي هتبقى المركز الاول ان شاء الله على مستوى العالم كله، وهتاخد القريه القانونيه الاولى ان شاء الله، وده هدفي. هو صحيح في قله ضد القانون، بس انا مش هسيبهم، واكيد محتاج مساعدات وامدادات، ولا انا هعمل كل حاجه لوحدي؟ وبعدين مع حضرتك كنت موجود يا حضره الضابط، وكله حصل قدامك، ما طبقتش ليه ساعتها القانون على الجحش؟ ولا انتوا تسيبوا الجحش وتتشطروا على البردعه؟ جاوب يا حضره الضابط، جاوب جاوب. طب لو سمحت اسكت واهدى كده واقعد عشان اجاوبك. اديني سكت وهديت وقعدت، جاوب بقى. لاني كنت عايز اعرف واشوف اللي بيحصل عشان اعرف اتعامل. اي كلام بنسمعه لما بتتزنقوا يا حضره الضابط، اشوف احدد افكر، اي كلام في المهلبيه. على العموم حاجاتك دي انا مسؤول ان ارجعها لك بكره الصبح. بعد اذنك يا حضره الضابط، لحسن امي تقلق عليا. صباحه يا كابو، انا اللي عملته مش عشانك، انت عايز زباله مالكش لازمه، وما تسويش تمن الرصاصه اللي كان عزيز السايغ عايز يخلص عليك بيها، وانا امرته يسيبك عشان انت بس محسوب عليا وفي عشره بينا، وده اخر كارت ليك عندي من الليله دي، تنسى. صباحه. انا الكابو برضو يا باشا، ولا انت نسيت؟ مش عايز هوا ورغي وكلام ملوش عايزه من دلوقتي، مش عايز اشوف سحنتك هنا تاني، وتشوف لك حته تانيه تشتغل فيها بعهدك دي، واي كلام او رغي هيطلع منك انت عارف الكلاب لما بتتسعر بيتعامل فيها ايه. صباحو. اهلا يا عنتر باشا. ازيك يا حبيبي، انت اللي وحشني. كلمت حمدي بيه وقلت له يحدد لنا ميعاد مع صفوت باشا، بس لسه ما ردش عليا. ايه، في مصلحه جامده هو اللي هيخلصها؟ طب خلاص انا هتصرف، ما تقلقش. يلا سلام. تعال تعال يا واد، خش الصبح يلا، تعال حط القهوه هنا اهو قدام ساعه الباشا المقدر. هو فين المقدم ده يا عم عزوز؟ يا واد تصدق اني غلطان، انا صحيتك، ما هو ده الباشا المقدم قدامك اهو يا ولد. حط القهوه يا ابني، حط القهوه وروح يلا وضع الاستراحه. الاستراحه اللي هي فوق يعني ولا يمين دي ولا ايه؟ امشي امشي من وشي ابوس ايدك. انا غلطان، انا روح نام لك شويه يا اخويا، استريح وقول لك بوس الحمام. اتفضل. سعادتك بقى على ما تشرب القهوه يا باشا.
يا عم استراحه جيزه ان شاء الله. لما اقول لي خدامك عزوز السيد قشط مساعد اول ممتاز من غير علام يعني كده يا باشا يعني سول. وارجوك ارجوك اوعى تزعل مني يا باشا ابو سيدك لان النهارده اخر نبطشيه ليا في الخدمه واني بقالي 40 سنه بخدم وزاره الداخليه عمري في يوم ما خدت جزء ابو سيدك يا باشا ما تقفلش خدمتي بجزء اعمل بالقهوه اللي جبتها لك ما تخافش يا حضر الصول انما اقول لي الاستاذ فطين محامي الاستاذ فاطين محامي من غير علام كده يعني بتاع قانون لا وايه وايه بقى طالع في القانون هو عيبه انه مندفع شوي بس والله قلبه زي البفضل بيضه وسمعته ايه برلانت بسم الله ما شاء الله وفوق كده يا باشا خاطب بنتي ده اذا سعادتك وافقتي يعني طب انا عايز انام دلوقتي وهدومي كلها في الشنطة والشنطة مش معايا لا تقلق يا باشا أنت في أيدي أمينة بص وكأنك في الملعب الشنطة ذاتها يا باشا بترحب بيك أهلا وسهلا وميكي أنا بعد إذن ساعتك يعني جبت لك من عندي بيجامة قديمة من اللي دقوا علي ومعاها غيارين ما تأخذنيش يمكن الله أعلم المقاس يبقى صغير شوي بس أنا عامل حسابي أنا شروق هولمز بتاع الداخلية أنا مسمي نفسي كده جبت لك معاهم أستك عشان لو تحب أدككهم لك أدككهم لك أدككهم تبجي يا تبجي يا تبجي إيه يا عمنا ما ترد عليا إيه فين لسانك طب يلا بقى قوم علشان عزمك على عشوة ملوكي من عند البرنس ما تقوم يا توبجي هاتس بقى يرحمكم الله يلا الواد غراب بعتلك الانبوبة بعتها روح امك وكنا مستنينك عشان نعلقك عليها يلا بقى في يا باشا في نفخ وفي كهرباء وفي اللي تقدم بقيت حلو هنبقى حلوين معاك بقيت عايز ايه يا باشا ايه اللي خلاك يلا تسرق عربيه الانابيب من المستودع ما انت عارف يا باشا حبيت تعمل بطل ها بتصيط علينا في المنطقه يلا عايز يطلع عين ابونا ويقولوا علينا ما بنشوفش شغلنا ليه خلاص يا باشا لما مؤاخذه يعني ريحوا الناس وهاتوا لهم انابيب عشان يعرفوا ياكلوا ماما انت هتعمل لي روبن هود يلا هتعمل قلبك على الغلابه وانت مسجل خطر اسمع يلا انا زياد الخولي بعرف دبه النمله وانا نايم في بيتنا تحب اقول لك امبارح عملت ايه في فيلا الخواص بعد ما اتفقت مع رشدي الطوخي ولا تحب اقول لك على مديحه اللي كملت الليله معاها طب ما سيادتك اهو يعني قاري الليله كلها يبقى بلاش بقى الشويتين دول وتعالى معايا عدل عشان ارتاح وريحك خدت كام يلا من رشدي في الليله دي يعني سيادتك عرفت كل ده يا باشا ما تعرفش رشدي الطوخي قفشني كام ما تنطق يالا هو سيادتك بتقفش منه كام يا باشا انا قصدي يا باشا احنا مؤاخذه يعني زي بعض وكلها بترزق اصروا يا باشا اصروا هو ده الكلام شوف يا ميشو انا ممكن امشيك من هنا وتنسى قضيه الانابيب دي خالص بس تشتغل معايا اشتغل يا باشا هتبقى عيني على رشدي الطوخي واي حد تاني اقول لك عليه مؤاخذة يعني باشا أنا ماليش فيه خلاص يبقى نمشي قضية الأنابيب وتتسجن أروح أمك أنا معرفش حاجة عن الأنابيب يا باشا ومحدش من الأهالي هيشهد عليا مؤاخذة بقى لو أنت عندك شهود طلعهم حتى لو خرجت منها يالا في قانون طوارئ أروح أمك هجيب لك أمر اعتقال وأعتقلك لأنك خطر على الأمن العام يعني مش هتخرج من هنا يا ميشو وحاوي غير لما يجي لي مزاجي عرفان خدوه ماشي استنوا قدامك لغايه الصبح يلا فكر فارش يا باشا
أنا طول عمري متربي في الشوارع، بس عمري ما كنت وسخ وعمري ما هبقى وسخ يا زياد باشا. خدوه عسكري. انت جيت جري يا باشا، انا حتى ما لحقتش اكمل لبسي، كملته في الطريق يا باشا والله. انا اصلي لسه مخلص النبطشيه بتاعت الصبح ويا دبر وضحت. حصل لك كده حتى تكون نمت وفتحت كده واتبسطت. امال فين بقى ظباط القوه؟ ظباط القوه؟ ده هو قد غنم. تمام ساعتك يا باشا، يبقى قدام ساعتك بعد خمس دقايق. طب انا عايز امر على اسم اوضه اوضه ومكتب مكتب وتبلغ القوه كلها ان في اجتماع كمان ساعه. اجتماع؟ ده نظام جديد يا باشا. تمام ساعتك يا باشا. تعالى تعالى. لا تعالى ايه، لحد هنا وكفايه يا استاذ فاضين، بعد كده ركبي مش هتقدر تكمل خطوه واحده. طول عمرك جبان جبان يا بسكليت. روح روح. استنى بسكليت، انا عايزك تروح لامي وتخليها تدعي لي قوي، ولو ما رجعتش يا بسكليت خليها تدعي لي اكتر، ها؟ يمكن ربنا يكتب لي عمر جديد ولكل اجل كتاب. انا لله وانا اليه راجعون. ماشي يا استاذ شهيد، الوداع. مع السلامه مع السلامه مع السلامه. اوعى بقى. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. لو سمحت يا جحش، ممكن تقول للرجالة بتوعك ينزلوا السلاح؟ لأن مش فاطين علي حسين الجرحي اللي يترفع في وشه سلاح. سيبوه يا رجالة ونزلوا السلاح. تعال يا فاطين. إيه؟ ما سمعتش المعلم درغام بيقول لك سيبوه يا رجالة؟ ولا أنت مش رجالة؟ أمورنا يا معلم درغام. خير، سمعت إنك كنت عايزني. محتاج فلوس ولا حاجة؟ انا رقبتي سداده، ما تتكسفش مني، ده احنا اخوات يا ابو الدراغيم. بص يا صفاطين، القضيه لو اتاجلت المره دي هتزعل مني قوي قوي. وانا عمري عمري ما هزعل منك يا درغام. حلبة ميزه حيات ابوك يا جحش. بقول لك يا صفاطين، القضيه المره الجايه تخلص وعباس ياخد براءه، عشان لو ما خلصتش بعد كده الكلام مش هيبقى بالبوق. امال هيبقى بالايه؟ بالودن. حلوه، هيبقى بده. يدخل بتاع ربي. بس ده هيبقى ظلم يا ريس درغام. وبعدين يعني افرض بقى القاضي ما حكمش بالبراءه او اجل القضيه، انا ذنبي ايه يعني اخرج من الدنيا كده وانا لسه ما دخلتش؟ كل الكلام ده ما ياكلش معايا. الكلام خلص. طالما بقى وصلنا للكلام خلص وما ياكلش معاك، اسمع بقى يا ريس درغام انت والرجاله بتوعك وخد القنبله دي. قنبله؟ ايوه يا ريس درغام، وعايزكم بقى تجمدوا قلبكم على الاخر. الضيف اللي كان راكب جنبي ساعه ما الجحش جه خد مني العربيه وهرب ده ضابط شرطه، المقدم نضال حبيب عبد ربه، وهو رئيس المباحث الجديد. يا راجل الكلام غير ده. لا هقول وهعلي صوتي اكتر، وانا بقى لو في مكانكم ها اسافر اوهج يا اخي انت وهو، سيبوا البلد وتفعشوا. بقول لك يا اسفطين، في رساله كده تقولها للسيد الضابط الجديد، قول له درغام بيقول لك حمد لله على السلامه وخلي بالك من هدومك. ايه كفار قريش بتضحك؟ اضحكوا اضحكوا، وانت يا جحش بالذات تضحك قوي كده وهز ديلك. بس عايز اقول لك حاجه يا درغام، واخر مره هقولها، الشاطر هو اللي هيضحك في الاخر. ولو كنت فرحان قوي بجنينه الحيوانات اللي حواليك دي، لا اعرف ان في صياد ماهر قاعد ومتربص ومش هيستريح
غير لما يلمكم كلكم جوه القفص واخلي الناس تقعد تتفرج عليكم. بس ساعتها بقى الفرجة هتبقى ببلاش. فرجة وببلاش كمان.